خليني هنا اخد معايا على التليفون مهندس باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، صديقي العزيز، رفيق المشوار، رفيق الايام الصعبة والحلوة. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا اهلا استاذ يوسف. يا غير استاذ بقى يعني، مش كده بقى عمال اقول صديقي ورفيق المشوار وبتاع. ازيك يا باسل، عامل ايه؟ الله يخليك يوسف، وانا يعني دايما سعيد بتفرج عليك. والله فعلا انا سعيد جدا بمخلتك. مشوار اه والله. تعليقك على التغييرات الوزارية وأيضا حركة المحافظين. بص يا يوسف، طبعا أنا من حيث المشهد برغم أنه يكاد يكون تعديل إلا أنه شكله مش تعديل، هو شكله كأنه تغيير شامل. صحيح. يعني برغم رئيس الوزراء هو رئيس الوزراء المكلف مرة أخرى الدكتور مصطفى مدبولي، واللي بهنيه وبهني كل الوزارة، بس برغم ده في إحساس أن ده تغيير شامل وواسع. وانا هنا بكلمك وانت سياسي وعارف انه الاحساس ده يصل للناس ويصل للسياسيين، ده شيء جيد. اذا في بعض الاشارات بتقول ان احنا امام تغيير في المنهج والسياسات والافراد، وان الناس مش حاسه انه تعديل بسيط، لا تعديل واسع شامل. دي الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه انه دي من المرات القليله جدا او تكاد تكون الاولى انه يبقى فيها التعديل، يبقى الوزاره نواب الوزاره، المحافظين نواب المحافظين. فاحنا تقريبا امام 90 شخص او 80 شخص تم اختيار النهارده مره واحده. فطريقه الاختيار دي والقماشه الواسعه دي بتتيح المناوره ما بين الافراد يا يوسف. يعني فلان مش هينفع هنا، عنده مش عارف ايه، طب انا هحطه هنا، طب اجيبه نائب هنا، طب احوله هنا. فاحنا السياسيين بيبقى عاجبنا المسائل اللي ليها علاقه بالمناورات، بحيث انه يصل لتشكيل جيد. فانا لما بلاقي تشكيل واسع بحس انه تشكيل جيد وانه اتدرس بشكل كبير وواضح. دي الملاحظه الثانيه. الملاحظه الثالثه انه كل يعني جزء كبير من نداءاتنا السياسيه اللي نادينا فيها بمشوار سياسي طويل عن دمج الوزارات، عن وجود وزارات سياسيه، النهارده احنا شفنا ملامح مهمه لده. مطالب الناس بتتنفذ، يعني ضم الهجره على الخارجيه ده الحقيقه مطلب للمصريين في الخارج. وانا جالي في الكتله واجتمعت مع مجموعات ومن اهم مجموعات المصريين في الخارج، الحقيقه ده كان مطلب اساسي واضح ليهم. قالوا ان احنا بنتوه بين الطرفين ما بين وزاره الفكره ووزاره الخارجيه. فادي تحقيق مطلب للناس، ضم الاستثمار على التجاره الخارجيه، وحضرتك فاهم ومستوعب كويس جدا ان مصر عايزه ايه من التجاره الخارجيه ومن التصدير، وان الاستثمار هو روح البلد. في ان يضم الملف ده في ايد حد عنده خبره طويله في الملف واشتغل فيه وكادر ان شاء الله يبقى موفق، دكتور حسين الخطيب. فدي ان شاء الله برضو اضافه مهمه. كمان الاضافه الثانيه هي معنيه بشكل مختلف بقى لما بنقول الصناعه والنقل. فالناس بتستغرب، يقول لك يعني ازاي حد يمسك، هما الحقيقه الوزارتين مش علاقه ببعض، ده شيء مفهوم وواضح مش محتاج كلام ولا تفسير. لكن هنا الضم حصل لشخصيه الوزير او المكلف. صح. اشتهر عن سياده الوزير كامل الوزير الدأب والعمل الطويل والاجتهاد، والحقيقه المخرج اللي حصل في وزاره النقل مشهود ليه ومشهود فيه طبعا. واحنا حضرتك فاهم كويس بقى يعني ايه صناعه يوسف دلوقتي. احنا عايزين نصدر، عايزين اكتفاء ذاتي، عايزين المكن يدور، عايزين نشغل الناس، عايزين عمله صعبه. كل دول ترجمهم كلمه واحده، الصناعه والايد العامله. اللي انت عارف الصناعه بتستوعب ايد عامله حتى غير الزراعه، الزراعه اقل لكن الصناعه ده ملف صح غايه في الاهميه. فكمان لما يمسكوا وزير عمل انجاز وعنده عمل دؤوب، يحرك بقى الرواتب في الاراضي اللي ما اترفقتش في الصناعه، يشتغل على طول ويرفقها. المصانع المقفوله واللي عندها مشاكل واعاقات، عندنا ثقه في سياده الوزير انه يحرك الملفات دي وان المصانع دي تفتح وتزال المعوقات. كمان يا يوسف في حته عندنا احنا كشعب وكناس، في ناس بتاخد الاراضي الصناعيه وتسقعها، ودي جريمه في حق البلد. طبعا. يعني عايز تاخد شقه وتشيلها للعيال ليك استثمار، تاخد فيلا، تاخد شاليه، لكن ارض صناعيه تفتح بيوت وتشغل ناس، فتلاقي ناس واخده مصانع ومسقعاها او عامل مصنع وقافله وهو ما عندوش اي حاجه تعوقه عن انه يشتغل. يعني مثلا يقدر يحصل على التمويل، معاه رخصته، معاه ما عندوش اي مشكله، واجهته وقافل. لا انت بتضر البلد، فانت محتاج قانون فورا انك تحرك الملفات الصناعيه دي وتشتغل. ال ال الحوار الوطني بقى عنده وزير وعنده وزاره، وده مخرج مهم،
مستشار محمود فوزي، هو يعني الحقيقه بهنيه وبقدره وكل التشكيل الوزاري، لكن مستشار محمود فوزي بيمثل الحوار الوطني وبيمثل هذه الحاله والكلام. طيب. اللي عند النقطه دي يا باسل، انا هرجع لسنه 2012 في جلسه مناقشه واجتماع لطيف جمعنا، وانا اتذكر جيدا جمله رائعه انت قلتها. كنا قاعدين بنعمل حاجات وبنتكلم في حاجات كتير، فرحت انت جايب ورقه وقلم، قلت واحده واحده يا جماعه، انا مهندس والمهندسين بيحبوا يعني يدققوا في التفاصيل. حلو. فدي كانت اول حاجه يعني، او اول منطلق للسؤال. تاني منطلق للسؤال، بما انك انت جبت باسئله الحوار الوطني، انا كنت جاي له فعلا. انا بتكلم مع بس العادل اللي هو مشواره كله معارضه، قبل 2011 معارضة، وحتى هذه اللحظة هو جزء من المعارضة المشاركة في الحوار الوطني وأسست كتلة الحوار. مسألة أنه الرئيس يوجه بضرورة العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكويس أنك ذكرت المستشار محمود فوزي أنه كان مسؤول المكتب الفني في هذا الحوار، فالآن أصبح هو المسؤول بشكل رسمي بموقعه الوزاري. طبعا انا بأيد كلامك جدا، انه انا لما يبقى رئيس الجمهوريه والدوله وكلها بتتكلم عن حاله حوار يا يوسف بقالنا فيه سنه وشويه، حاله كامله، وانه في خطاب التنصيب الرئيس بيتكلم عن تعزيز المشاركه السياسيه واستمرار حاله الحوار الوطني وفي كل الخطابات الحقيقه، فالنهارده لما الاقي منتج ملموس على الارض ان هو وزاره بتتكلم، يبقى انا عندي وزير هيبقى معني هو كمان بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، هو معني بالشؤون النيابيه فهو متصل بكل السياسيين والنواب، وكمان الاضافه الجميله على الوزاره انه المجالس النيابيه والتواصل السياسي. انت عارف دي كانت قضيه كبيره جدا طبعا. انه الشباب والسياسيين لما يجي يتواصلوا ما فيش قناه واضحه تقدر تروح تقول له انت ملزم تسمعني. النهارده انا بقى عندي وزير هو الحقيقه ملزم وهو مهتم بطبيعه الحال. صحيح. وكمان عرف على الوسط السياسي كله في الفترة اللي فاتت، فبقى عندي وزارة وعندي قناة واضحة جدا أتواصل معها سياسيا، بقى في كمان قناة للحكومة إنها تتواصل مع الناس والجماهير. أنا دايما بقول إن الحكومة ما بتكلمش الناس ومش عارفة تستوعب طموح الناس، مش عارفة تكلمهم بطريقتهم وأحلامهم وأملهم وتاخد من الناس. أنت عارف الحكومة لازم الحكومة دي تتواصل جامد مع الناس عن طريق على الأقل الإعلام، لازم تبقى طول الوقت بتصرح بأمور، لازم يبقى في مصارحة ومكاشفة وحديث. بالظبط كده. فبرضو لما يبقى في مسؤول ووزير معني بالتواصل السياسي أعتقد إن ده شيء مهم جدا. أنا النهاردة كمان جيت إلى ملاحظة يا يوسف انه النواب الكتير، يعني انت عارف في وزاره النقل بقى 3 نواب على سبيل المثال، وده شيء جيد، انه وانخفاض اعمار النواب ده بيخفض عمر الحكومه بالكامل. يعني انت لو بصيت لمتوسط عمر الحكومه والمحافظين النهارده، انا ظني انه لن يتعدى ال 45 سنه من لو جمعت الاعمار وحسبتها. صحيح. على عدد متوسط العدد. دي كمان مساله مهمه، احنا كمان خلق صف ثاني وثالث. فاكر ياما اتكلمنا ان البلد كوادرها بتفضى وكذا، وعايزين نخلق صفوف. صح. فالنهارده انا قدامي صفوف وقدامي ناس بتضاف للحقيبه السياسيه، فده شيء مشرف. وانه كمان هنا لا اغفل كمان الحقيقه الدور الوطني المهم اللي عملته الاكاديميه الوطنيه للتدريب، انه دعمت المساله دي. وهنا انا عايز اضم الدعم ده كمان يا يوسف للاحزاب، ان احنا كنا بنطالب بوزاره تنميه سياسيه، ان الاحزاب عايزه برضو يد الدعم والمساعده ان هي كمان تقف على رجليها، لان انا متصور ان يعني مدرسه السياسه هي الاحزاب في النهايه، يعني مهما دورنا على حلول طبعًا. احنا طبعا محتاجينها تقف على حيلها وتشد حيلها وتبقى موجوده في البلد. فكل صحيح. المؤشرات دي الحقيقه انا شايفها مؤشرات ايجابيه، وانا بتمنى من كل قلبي يعني للحكومه التوفيق، وان هي فعلا تقدر تحقق امال الناس اللي في الشارع وطموحها، لان البلد فعلا محتاجه حكومه حاسه بالناس. كان في اصلاح اقتصادي جريء جدا يا يوسف وعنيف ويحسب للرئيس جدا. يا رب يا مسهل الحاله باسل، يعني لكن محتاجين نلملمها، غلاء الاسعار، التضخم طبعا، يعني كل المسائل دي في المنديت بتاع الحكومه. اتمنى ليهم التوفيق وانهم يا رب بإذن الله. يا رب يا رب، العمل مشترك في النهايه. مبسوط قوي انك كنت معانا دلوقتي، واتمنى ان احنا نشوفك قريب بقى كده في البرنامج. تنورنا وتشرفنا، وكده كده انا ليا عندك عزومه غداء او عشاء.
عاش، حلو جميل، انا بحب اكل بالليل متاخر. شكرا جدا 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 مهندس باسل عادل، رئيس ومؤسس كتله الحوار.